لو بتشوفونا لأول مرة يلا اشتركوا معنا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مننا كل جديد. بيبدأ الفيلم في الغابة بأشبال صغيرة مع أمهم، وبيجي صيادين عايزين يصطادوهم علشان ياخدوهم السرب، وأمهم بتسمع صوت البندقية فبتجري بعيد عنهم علشان تشتت انتباه الصيادين، لكن بيقدروا ياخدوا شبل صغير وبيحطوه في صندوق وبيركبوا طيارة وبيمشوا. وفي نفس الوقت بنشوف ألمى اللي بتعزف بيانو في مدرستها بتستعد للمسابقة الموسيقية، وبيجي لها خبر وفاة جدها فبتحزن عليه وبتسافر للجزيرة بتاعته. لما بتوصل بتقابل جو صاحب جدها وبيعزيها وبيعرفها انها ورثت جزيرة جدها، وبيروحوا البيت وبتشوف رسومات لذئب متعلقة على الحيطة، وجو بيديها لعبة كانت بتاعتها وهي صغيرة وبتفرح لما بتشوفها، وبيديها فيديو جدها سجله لها قبل ما يموت، وبيقول لها لو عايزت اي حاجة تطلبها منه كأن جدها موجود. وبنشوف الشبل عايز يفتح الصندوق لكن ما بيعرفش، وبيبقى في عاصفة جامدة والطيار ما بيقدرش يتحكم في الطيارة، وبتسمع ألمى صوت جامد جدا لكن ما بتعرفش تخرج من البيت بسبب المطر الشديد، فبتدخل تشوف فيديو جدها وبيفكرها بطفولتها لأنه هو اللي مربيها بعد ما أبوها وأمها ماتوا، وبيوصيها على الذئبة البيضة صديقته اللي بتيجي تقفله عند البيت وبيأكلها وبيقولها إنه بيحبها. وتاني يوم الصبح الذئبة البيضة بتقع في شبكة عاملينها إيفان وتشارلز، علماء مهمتهم يرجعوا الحيوانات لموطنهم الأصلي، بس الذئبة بتقطع الشبكة وبتخرج. وفي نفس الوقت ألمى بتخرج تتمشى في الغابة وبتبقى لابسة جاكيت جدها وبتلاقي فيه سكينة صغيرة، أما الشبل بنشوفه بيعرف يخرج من الصندوق بعد ما الطيارة اتحطمت في العاصفة التلجية، وبيقع على عش طائر وبينام، وألمى بتشوف الذئبة وبتعرفها، تقلع الجاكيت وبتشممه لها علشان تطمن لها، وبتقدر تقص لها جزء من الشبكة كان موجود على جسمها، وبتجري الذئبة وإيفان وتشارلز بيشوفوها في المية وبيفرحوا لأنها ذئبة بيضة نادرة، لكن ما بيعرفوش يوصلوا لها. وبيحاولوا يدوروا عليها وبتقابلهم ألمى وبتتعصب عليهم وبتقول لهم ان الجزيرة ملكية خاصة، فبيعرفها إيفان انه عالم مش صياد وعايز يرجع الذئبة لموطنها الأصلي، وهي ما بتصدقوش وبتطردهم. وبعدها بتوصل للطيارة المحطمة وبيقع الشبل من على الشجرة على ايدها، وألمى بتتخض لكن بتحضنه وبتاخده على البيت، وبتتفاجئ بالذئبة جايبة ابنها وداخلة البيت وبتخبيه تحت المكتب، وبتبص لها وكأنها بتطلب منها انها تحميه، وبتفهم انها حست معاها بالامان وانها خايفة على ابنها بعد اللي حصل، وبتحاول تكلم جو لكن ما بيبقاش في شبكة، بس هو بيروح لها وبيعرفها ان الشبكة موجودة ناحية البحيرة بس، وبيديها لاسلكي علشان يقدروا يتواصلوا، وبتوريله الحيوانات وبتحكيله اللي حصل، فبيقول لها انها لازم تبلغ علشان المسؤولين ييجوا ياخدوهم، وبعدها بيمشي. وبتيجي الشرطة وبيسألوا ألمى هي شافت شبل صغير كانوا واخدينه للسيرك، فبترتبك لما بتسمع كلمة السيرك وبتقول لهم لو شافته هتبلغهم، وبعدها بيمشوا. وألمى بتدخل بيتها وبتشوف الذئب الصغير بياكل من أمه، والشبل بيروح ياكل معاه، والذئبة بيصعب عليها وبتسيبه، وألمى بتفرح انهم اندمجوا مع بعض، والشبل والذئب الصغير بيتصاحبوا وبيجروا يلعبوا حواليها. وبتقرا ألمى عن إساءة معاملة الحيوانات في السيرك فبتقرر انها تحتفظ بالشبل وما تسلموش. وبتعدي الأيام والذئبة الأم بتهتم بابنها وصاحبه الجديد، وعلاقتهم ببعض بتقوى، وكل يوم ألمى بتتدرب على العزف وهم بيحبوا عزفها وبيحضنوها، وبيطلعوا يلعبوا في الغابة وهي معاهم، وبتوريهم كوخ صغير بناه جدها في شجرة مسحورة، ولما بتنام بيناموا جنبها. وفي يوم بتقول للذئبة إنها مسافرة يومين وهترجع، وجايبة لها الأكل وكل حاجة هتحتاجها، وبتسيب لها الشباك مفتوح علشان لو حابة تخرج، وبتودعهم وبتسافر علشان مسابقتها. وفي الوقت ده الذئبة بتهتم بالحيوانات وبتأكلهم، وتاني يوم الذئبة بتخرج للغابة وبيشوفها إيفان وتشارلز وبيخدروها وبتقع فبياخدوها وهم فرحانين. وبنشوف ألمى بتفوز في المسابقة وبترجع على البيت وبتلاقيهم عاملين فوضى كبيرة، وبتدور على الذئبة وبتنادي عليها وبتقول لها إنها مش هتعرف تعتني بابنها وصاحبه، بس ما بتلاقيهاش، فبتضطر تجيب لهم أكل وتهتم بيهم وبتنيمهم، لكن هما ما بيبقوش عايزين يسيبوها فبيروحوا يناموا جنبها. ولما بتصحى بتفطرهم وبيشوفها جو وبيتصدم إنها لسه محتفظة بيهم، بس بيعرفها إنه جاي يطمن على نتيجة المسابقة، فبتقوله إنها فازت لكن رفضت إنها تمشي وتسيب حيواناتها لأنهم بقوا مرتبطين ببعض. وبعدها بنشوف إن ألمى مبسوطة في حياتها وهي شايفة الشبل والذئب بقوا أصحاب وإخوات وما بيحبوش يسيبوا بعض أبدا، وإن أي حاجة الذئب بيعملها لازم الأسد يقلده. وفي يوم بتبقى عايزة تسميهم وبتشوف الذئب بيقطع نوتة موتزارت، فبتسميه موتزارت وبتسمي الأسد دريمر، وموتزارت بيروح يعزف على البيانو فبتعرف إنه عايز يسمع موسيقى، فبتضحك وبتعزف له وهو بيكمل تقطيع في النوتة. وبتعدي شهور وألمى بتعلق يافطة إن في كلب بيحمي البيت علشان محدش يقرب منه ويشوف الحيوانات بتاعتها،
وبيقول لها جو انه مش هيقدر يجي لها تاني وهيطمن عليها باللاسلكي لان حيواناتها ما بيحبوش حد يجي جنبها. وفعلا كل يوم بتطمنوا عليها وعينيها على موتزارت ودريمر اللي كبروا وما بيفترقوش عن بعض ابدا. وفي يوم بتخرج تدور عليهم في الغابة علشان ميعاد غداهم، وبتشوف آري في ام وبنتها بيقفوا وبيقطفوا ورد من على الجزيرة، وبتلاقي موتزارت ودريمر بيجروا ناحيتهم فبتجري بسرعة علشان تلحقهم، لكن بتقع وراسها بتتخبط وبتفقد الوعي، وموتزارت بيشوفها وبيحاول يفوقها لكن ما بيعرفش فبيقعدوا جنبها علشان يحموها، وبيتصل بيها جو وبيقلق لما ما بتردش، فبيروح لها البيت وما بيلاقيهاش، وبيدور عليها وبيشوفوا موتزارت وبيعوي علشان يجي ينقذها، وبيسمعوا جو بيشوفهم بس بيخاف منهم وبيبلغ الشرطة، وبتتنقل ألما للمستشفى. وبيطلع عندها ارتجاج في المخ، وبنشوف في مأوى الحيوانات إيفان بيستلم الذئب وبيبقى فرحان، وبيجي لاري مسؤول السيرك علشان يستلم الأسد وبيبقى معاه ابنه، وبيحاول يهدي الأسد فبيسمعه موسيقى وبياخده للسيرك، وإيفان بيودي الذئب للمحمية، وبيتفاجئ بالذئبة الأم رايحاله وبيعرف إنها أمه، وبعد يومين ألما بتفوق وبتسأل جو عن حيواناتها، فبيعتذر لها لأنهم اضطروا يخدروهم علشان ينقذوها وأخدوهم، فبتتأثر وبتحزن عليهم. اما في السيرك لاري بيقول لابنه انه لازم يهدوا الاسد بحقنه وبكره هيشيلوا مخالبه وانه لازم يضربه علشان يخاف، وابنه بيبقى متضايق من معامله ابوه للاسد. ولما ألما بتخرج من المستشفى بتروح مركز الحيوانات لكن ما بيرضوش يقولوا لها مكانهم فين، وبتفتكر العالم ايفان فبتتصل بيه وبتساله عن الذئب، فبيقول لها انه كويس وعايش سعيد في المحميه، فبتطمن وبتقفل. وبتبقى عايزه تطمن على دريمر فبتروح كل سيرك قريب منها وبتسأل عليه لكن ما بتلاقيهوش، وبيكون السيرك اللي فيه الأسد بيتحرك من مكان لمكان، وفي يوم بيعدوا على المحمية اللي فيها موتزارت وبيشم ريح دريمر فبيحفر في الأرض وبيهرب، وإيفان بيبقى مصدوم وبيقول عليه إنه ذئب عبقري، وبيوصل موتزارت للقفص اللي فيه دريمر وبيحاول يفتحه علشان يخرج صاحبه لكن ما بيعرفش. وبعدها إيفان بيكلم ألما وبيقول لها إن موتزارت هرب وإنه أكيد بيدور عليها، بس هي بتعرفه إنه بيدور على صاحبه الأسد، فبيقول لها أسد وذئب أصحاب إزاي، وبيحس إنها مجنونة فبيقفل في وشها. وفي الوقت ده لاري بيفتح قفص دريمر وبيشوفه موتزارت وبيهجم عليه، وبيهرب دريمر وبيجروا وبيحضنوا بعض زي زمان، ولاري بياخد بندقيته وابنه وبيروحوا يدوروا على الأسد. ولما بيعرف تشارلز اللي حصل بيتصل بإيفان وبيقول له، وبيستغرب إن كلام ألما طلع صح، فبياخد طيارة وبيروح لها وبيعتذر لها وبيقول لها إن موتزارت هرب مع دريمر وإنه عايز يرجعه المحمية، لكن هي بتتعصب عليه علشان عايز يفرقهم تاني، فبيبلغها إنه هيلاقيه لوحده وبيمشي، لكن الطيارة بتكون مشيت فبياخد القارب بتاعها، بس البنزين بيخلص منه فبيرجع لألما وبتبقى فرحانة فيه وهو متبهدل. وبتوريله صور موتزارت ودريمر وبتعرفه ان علاقتهم ببعض قوية ومستحيل يسيبوا بعض، وهو بيقول لها انه مصدق كلامها وبيعرفها ان موتزارت لابس طوق في جهاز تتبع وانهم في طريقهم للجزيرة. وبنشوف موتزارت ودريمر جعانين وبيدخلوا محل فيه اكل وبياكلوا، وبيشوفهم حارس الامن وبيبلغ الشرطة، بس هم بيجروا في الشوارع والناس بتبقى خايفة منهم. وتاني يوم الصبح ألما بتعرف ايفان على جو وبيروحوا يدوروا على الحيوانات، وبيسمعوا في الاخبار ان الشرطة بتطلب من الناس ما يخرجوش من بيوتهم علشان في اسد وذئب هربانين، والشرطة بتبتدي تدور في كل مكان في الغابة، وبيكون لاري هناك واللي بيشوف دريمر وبيضربه بمخدر، لكن موتزارت بيزقه وبيجي المخدر فيه هو، ولاري بيقول لابنه انه ياخد الطوق اللي حوالين الذئب بسرعة فبياخده وبيحطه في جيبه وبيمشوا. وبيروح دريمر يفوق موتزارت، وبيوصل ايفان وألما المكان جهاز التتبع، وبيسألوا لاري عن الذئب بس بينكر ان هو يعرف حاجة، لكن ابنه بيطلع الطوق ولاري بيقول لهم انهم لقوه في الشارع. فبيخرج ايفان وألما من المكان وابنه بيلحقهم وبيقول لهم انه عارف مكان الحيوانات، وبياخدهم للغابة وما بيلاقوهمش، وبيركبوا العربية وبيدوروا لغاية ما بيشوفوا دريمر، وألما بتنزل وبتروح له وبتسأله عن موتزارت، فبيبص لها وبيمشي وهي وراه لغاية ما بيروحوا الكوخ الصغير عند الشجرة السحرية، وألما بتدخل وموتزارت بيشوفها وبيحضنها، وبتفرح ألما وبترجع تعرف إيفان إنها لقيته، لكن بيجي لهم لاري وبيقول لهم إنه عايز الأسد بتاعه، وبيعرفه ابنه إنه بيكره معاملته للحيوانات وضربه ليهم، وإنه لو أخد الأسد مش هيرجع يعيش معاه، فبيتأثر لاري وبيقرر يسيب الأسد وبياخد ابنه وبيمشي،
وبتوصل الشرطة عندهم، وألما بتقول لإيفان يروح لجو ويقول له يوديه عند الشجرة السحرية، وبتجري في الغابة والشرطة بتوصل للكوخ، لكن ألما بتكون استخبت ومعاها الحيوانات وبيمشوا في نفق لغاية ما بيطلعوا عند البحيرة، وبتعرفهم ألما إنهم لازم ينزلوا البحيرة علشان يوصلوا للناحية التانية بسرعة، بس دريمر بيخاف وما بيرضاش وبيبصلها هي وموتزرت وبيمشي، وهم بينزلوا في البحيرة وبتبقى حزينة على دريمر، وبتوصل بيتها وهي بتعيط، وبيشوفها جو إيفان وموتزرت بيبقى واقف مستني صاحبه، وهي بتقوله انه مش هيجي تاني، وفجأة بتسمع صوته وبتشوف دريمر، وبيفرحوا كلهم برجوعه، وبيجري عليه موتزارت وبيحضنه وهو مبسوط، وبيفتكروا رحلتهم مع بعض من اول يوم اتقابلوا فيه لحد ما كبروا، وبيفهم ايفان ان علاقتهم ببعض ابدية ومحدش يقدر يفرقهم ابدا. لو عجبكم الملخص يلا اشتركوا معنا في القناة وفعلوا زر الجرس، اعملونا لايك وشير علشان يوصل لكم كل الملخصات الجديدة.